لبيروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين. بيروت الستينيات والسبعينيات هي مدينة الحب والسلام والأحب إلى قلب إلي صعب. هذه المجموعة من صور الماضي الذهبي هي الذاكرة الجميلة التي سكنت أحلامه منذ الطفولة، ولها كانت منه هذه التحية، آملاً أن تبقى هذه الصور ثابتة للمستقبل بجمالها كما يراها. كأن بيروت محكوم عليها بالأمل الدائم والسلام المتقطع الذي يغيب ليعود ثانية كما حدث في التسعينيات في عهد الرئيس رفيق الحريري، حيث عادت الحياة من جديد في هذه المدينة التي نفضت عنها غبار الدمار وتألقت بأكبر المشاريع. كطفل حفرت صورة والدته بذاكرته تماماً كناس بيروت، من ثم صور أشمل عن لبنان الازدهار واستقطاب أنظار العالم إليه بوصفه منبعاً للفرح والحياة والمهرجانات، لا مختبراً للحزن والموت. حيد إلي صعب الشاب نظره عن الدمار الذي كان يعم المدينة ليركز عينيه في ورقة وصورة، فحفرت يده في الورقة خطوطاً جديدة ليكون عرضه الأول في كازينو لبنان مساحة فرح مغايرة للسائد، زرعها متحدياً الألم بتصاميم ساحرة شق بها طريقه إلى العالم متجهاً إلى روما لتكون رحلة الألف ميل. ثم باريس التي ثبتت خطاه بعد التحاقه رسمياً كعضو في غرفة النقابة الفرنسية للأزياء الراقية، فذاع صيته في عواصم الموضة وبات الرقم الصعب واللبناني الوحيد إلى جانب أعرق دور الأزياء الفرنسية والإيطالية. I am wearing Elie Saab. Yeah, my only choice. Elie Saab. What are you wearing? Elie Saab. This is Elie Saab. It's Elie Saab. The daring design came from Elie Saab. Elie Saab made this beautiful confection for me. I was just honored and thrilled, and it has little pockets. If you like. نجاح إلي صعب قائم على مبادئ أساسية يؤمن بها وينفذها على الصعيد الاجتماعي والإنساني بأبعاد نبيلة وراقية، فعبير عطره الذي يحمل اسمه نثر أريجه من ياسمين وزهر الليمون في سائر أنحاء الكون.
يعود إلى هذه المدينة بعزم وإصرار، حاملاً طموحاً لا يعرف الحدود ولا تقيده ظروف. لطالما كان إلي صعب مبدعاً، يتقن لعبة المستقبل من غير أن يهجر ذاكرته وإرثه الوطني. اتجه إلى تأسيس أكاديمية تحمل اسمه في جامعة LAU، تعزيزاً لثقافة الفن الراقي وتغليفه بالطابع العالمي، دعماً للأجيال الجديدة وتشجيعاً للمواهب الشابة التي تحتل حيزاً من تفكير إلي صعب، ويرى فيهم مستقبل لبنان. Thank you.
توعدني بلياليك لياليك. لا يفصل الجمال عن متعة الاستماع في العرض الأخير على وقع السحر الذي يتراءى في كل فستان يتهادى على منصة العرض. تتسلل الموسيقى إلى الحواس وتشكل مع صوت فيروز المنبعث منها والممتد عبر الزمن من الماضي الجميل إلى الحاضر والأمل بالمستقبل صورة ساحرة ثلاثية الأبعاد، تعلن لبنان موطناً دائماً للجمال وبلداً محكوماً بالسلام. فالعناصر الثلاثة تستوحي من أمسيات بيروت وقعاً لها، وبينها تخيط أنامل إلي صعب دفئاً يتراءى في تصاميم أنيقة مشغولة بأبجدية تنسج تواصلاً بين جميع الحضارات الإنسانية. We'll be right back.
لا تزال بيروت في قلب إلي صعب صورة لوطن لا تبدله المتغيرات. يحتفي بقيامتها، تعلو ابتسامته في مدن العالم ويهبها إنجازاته كجزء من رد الجميل. يتظلل بشمسها فلا يتيه العنوان في الذاكرة. تبقى بيروت موطناً له وأماً تولد السلام والمبدعين.